تعال نشوف بقى موضوع الالجوريزم نفسه وازاي الالجوريزم شغال. الالجوريزم يا اخوانا شغال كالاتي، لو بصيت حضرتك على الصوره اللي معايا دي وركز معايا كده خطوات واحده واحده، انت لوحدك هتفهم الالجوريزم شغال ازاي. بص كده، انا مش هتكلم، يعني انا عاوزك انت لوحدك تركز وتفهم ايه اللي حصل، تمام؟ بص تاني، النقاط بتبقى في الاول محطوطه في اماكن عشوائيه، بيبدا كل نقطه تتحرك بناء على مدى قرب هذه النقطه للنقاط اللي حواليها، ثم فيها بعد كل نقطه بتاخد تعمل ري اسايمنت بتعمل كالرنج للنقاط اللي حواليها بحيث ان هي تخليها تبع المجموعه بتاعتها، خلاص؟ يعني كلهم في الاول كانوا ازرق، لا ده في شويه تاني بيجوا حمر، شويه تاني بيجوا خضر، خلاص؟ الازرق بدا يغزو، الاخضر بدا يغزو، مش عارف الاحمر، لحد لما تكون عندي في الاخر الثلاث مجموعات اللي حضرتك شايفها. طب رياضيا بقى، او يعني من ناحيه الترتيب المنطقي للالجوريزم ده، لا مؤاخذه المكنه شغال ازاي؟ الالجوريزم ده بيتعمل ازاي؟ بتتنفذ الاوامر فيه ازاي؟ كالاتي. اول نقطه، لازم حضرتك تختار عدد الكلاسترز اللي انت هتشتغل عليه. وزي ما مثلا في الحاله بتاعتنا هنا عندنا ثلاثه كلاسترز احنا هنشتغل عليها. ثم بعد ما بختار عدد الكلاسترز، وده بالمناسبه بيأثر معايا بشكل كبير، ان انا لو اخترت 2 كلاسترز غير لما اخترت 3 غير لما اختار 4، كل حاجه ليها معنى. ثم لما بعد ما حضرتك تختار مع عدد الكلاسترز نبدا نعمل ايه بقى؟ نحط قيم الكلاسترز دي في اماكن عشوائيه زي ما يمكن كان واضح معانا في الرسمه دي حالا. اول ما ارجع ابدا من الاول تاني، بص هتلاقي ان هو بص بيحط القيم فين؟ في اماكن عشوائيه. الالجوريزم بيختار اي مكان ويروح حاطط فيه القيم. وطبعا دي واحده من القصور زي ما كنا بنتكلم مع اخونا هشام، ان الالجوريزم طب انت هفرض حطيتهم كلهم في مكان واحد، ده هيخلي الموضوع مثلا هياخد وقت او هيخلي شكل الكلاسترنج مختلف. واخدين لي بال حضراتكم؟ ممتاز. بعد ما اخليهم، بالمناسبه ممكن اختار قيم من الداتا سيتس نفسها، يعني ممكن اختار ان السنترويدز او القيم المنتصفات بتاعه القيم دي اللي انا هبدا اجمع حواليها النقط، ممكن اختارهم من الداتا سيت نفسها، او ان انا اجيب حد من بره هو اللي يتولى الامر ده. زي ايه مثلا اخوانا؟ زي مثلا عاوزين نجيب مدير للكليه بتاعتنا مثلا، فانا ممكن مدير الكليه ممكن يبقى من الاساتذه اللي موجودين في الكليه، او ان انا انتدي بدكتور من كليه ثانيه عشان يبدا يشتغل معايا. ليه؟ لان انا لو جبت اساتذه من الكليه نفسها ممكن الاستاذ ده يتحزب مثلا لمجموعه، لا ده انا هجيب واحد من بره خالص ويبدا هو يتعامل. بعد ما بعمل عمليه الراندوم لانيشاليزيشن للسنترويز او القيم اللي هي هتكون في المنتصفات دي، بعمل ايه؟ ببدا بقى اعمل اساين كل اتش داتا بوينت لايه؟ للقيمه القريبه من السنتر. ببدا ابص على كل النقط ايه اقرب نقطه ليهم من السنترويز. ثم فيما بعد بعمل بقى ايه؟ ري اساينمنت للنقط دي، ببدا احسب الايه؟ النقط دي. وفي الاخر بعد ما بعمل الموضوع ده بعمل ايه؟ بحسب المتوسط بتاع النقطه الجديده. يعني بص كلهم في الاول ازرق، بحرك الازرق بحسب المنتصف بتاعه، بحرك الاحمر بحسب المنتصف بتاعه، بعيد عمليه الكالرنج تاني وهكذا. لذلك حتى بص شغال في جوه بيعمل حاجتين ده، ابديت كلاستر اساينمنت، ابديت كلاستر سنتر، كلاستر اساينمنت، كلاستر سنتر، كلاستر اساينمنت، كلاستر سنتر. هو الاثنين دول اللي احنا بنعمله، بنظبط عدد الكيز وباكل مينز 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 بعد كده اساينمنت مينز ري اساينمنت. او هنا بعمل اساينمنت، بعمل هنا بحسب المين، هنا في الاخر هقول لك اعمل ايه؟ ريبيت 3 و4 انتل كونفرجنس. يعني ايه انتل كونفرجنس؟ لحد لما الداتا سيت ما يحصلش فيه اي تغيير ثاني وخلاص كل جروب راح مع السنترويد المناسبه ليه. مبروك عليك كده، انت بقى عندك الداتا سيت بتاعك. عظيم. طب تعال نشوف الموضوع ستيب باي ستيب عشان الصوره توضح. الجراف اللي فات انا المفروض كان عندي اكس وواي، اكس اكسس واي اكسس. اعتقد ان الاكس ده بيعبر عن فيتشر معينه والواي بيعبر عن فيتشر تانية، مظبوط؟ هل مثلا في الكي مينز دوت انا لازم احدد بالكتير 2 فيتشرز بس من الداتا سيت بتاعتي يعني، ولا ده خلاصت كلها يعني؟ ما هو على اي اساس برضو هي يعني هيحدد ان الحاجات دي متقاربه مع بعضها؟ ده سؤال حلو جدا. مثلا يعني لو هي ورد مثلا طول البتله بتاعتها قريب من بعض ولا طول الساق، ما هو اكيد انا هديله 2 فيتشرز بس وهو على اساسهم هيعمل كلاسترنج. صحيح. لكن اكيد الداتا سيت فيها 5 فيتشرز ولا 8 يعني، ما هو ده سؤالي بقى، المفروض احدد الفيتشرز من البدايه ولا هو بيحدد؟ لا اقول لك على الحاجه الاحلى. إيه؟ هنا بقى نروح نتعلم الالجوريزم بتاع البي سي ال، هو الايه؟ الدايمنشناليتي ريدكشن. نخليهم بدل ما هم 8 فيتشرز يبقى 2 فيتشرز. يعني لازم اجهز للكي مينز من قبلها. سبحان الله، الكي مينز طلع في ناس بتجهز لها. ده طريقه تفكير. عادي الاوتوميتد فيتشر انجينيرنج كان كده، كان فكرته ان هو ايوه برافو عليك، اختار فيتشرز معينه عشان تدخل على الماشين يعني. كويس كويس، خلاص تفكير كويس. والموضوع تاني باختصار شديد اخوانا كله رايح ناحيه ايه؟ كله رايح ناحيه الكلاسترنج ده. بالمناسبه انا ممكن اشتغل الكلاسترنج في 1 دايمنشن، في 2 دايمنشن، في 3 دايمنشن، بس ابعد من كده انت مش هتفهمه. يعني عادي ممكن الكلاسترنج يشتغل على اي دايمنشن، بس هو مش يعني مش هيفهمك، فاهم الفكره؟ او انت حتى مش تقدر تعمل فيجواليزيشن للديتا، مش تبقى شايف الديتا قدامك شكلها ايه. خلاص. لكن لو انا عندي دايمنشنز كتيره وانا هشتغل عليها،
يبقى يا سيدي من باب اولى ان انا اعمل ايه؟ يا اما اختار انا عدد، يا اما اختار انا الاعمده الفيتشرز اللي انا هشتغل عليها، يا اما اشغل مثلا الجوريزم زي البي سي اي اللي هو برنسبل كومبوننت اناليسيس، يروح عامل لي ريدكشن للدايمنشنز، بدل ما هم كانوا 10 دايمنشنز اخليهم ايه 2 دايمنشنز، وبالتالي اقدر امثله واقدر كمان اعملهم كلاسترنج، وبعد ما اعملهم كلاسترنج نفهم بقى، نفهم مين اللي اثر ومين اللي خلى دي جروب لوحده ومين اللي خلى دي جروب لوحده. والله العظيم يا اخوانا الموضوع قمه في المتعه، انا مش عارف الناس ليه مش مستمتع. خلاص كويس، اشوف الموضوع بقى ستيب باي ستيب. عادي يا سيدي، بص عادي الداتا سيت بتاعتي مش معقوله جروبنج ولا حاجه، ومفيش مفهوم دول تبع ايه ولا دول تبع مين. انت بالنظر الاولى كده هتعملهم كام جروب؟ 2 صح؟ اعملهم 2 اه، ممكن اعملهم جروبين، بس انا اقول لك لا، ده انا اختار ان كي هنا بتساوي 3، اختار ان انا اعملهم 3 جروبات. طب قسمهم لي كده 3 جروبات يا مصطفى. مش عارف، بس ممكن مثلا بص كده مثلا ممكن ده جروب مثلا، ممكن ده جروب وممكن ده جروب، الجروب اللي تحت ممكن ده جروب وممكن ده جروب وممكن ده جروب، يبقى في كذا طريقه. طب ما تيجي نشوف المكنه هتعمل ايه. بص كده عاوزين نبص للديتا بتاعتي بالمنظر ده. اول حاجه اختار السنترويدز كلهم هنا، كلهم كانوا في النص، ثم هبدا بعد كده الداتا سيت بتاعتي حد واخد باله تبدا تتلون بالقيمه الاقرب للسنترويد. كده بعمل ري اساين للسنترويدز عشان في الاخر اوصل ان كل واحد فيهم راح للجروب بتاعه. خلاص يبقى التقسيم اللي انا فكرت فيها في الاول الى حد ما مقبوله ومنطقيه. طبعا انا ممكن كل ما اشغل اتريشنز اكتر كل ما شكل الترتيب ده متغير، يعني ممكن الشويه اللي محذوفين هناك دول يجربوا اكتر لمين يا اخوانا؟ للاخضر، والشويه اللي هنا قريبين من الاخضر دول ممكن برضو ياخدوا من الاخضر، او الاورنج عفوا القيم البنفسجي تطغى على الاخضر، يعني ما نعرفش. كل ده يحددوا مين؟ قيمه المتوسط بتاع السنترويد ده، المينز ده هيتحط فين بالظبط. خلاص ادي يا اخوانا الالجوريزم بتاعنا ستيب باي ستيب. يا لهوي يا عمي الرياضه بقى. بالمناسبه من الكود اللي حضرتك شفته، انت كنت محتاج تفهم رياضه؟ لا ابدا لا ابدا، بس تعرف معلومه واحده. ايه المعلومه دي؟ عرفت ان هو مبني على المسافات صح؟ ان هو مبني على النتيجة. ان هو مبني على المسافات. كل الكلام اللي احنا اشتغلناه قبل كده، كل اللي انت شفته قبل كده معايا، ما هو اللي عباره عن ايه يا اخوانا؟ مدى بعد النقاط دي عن المتوسط، النقطه المتوسط الجديد، المسافات. عاوز احسب المسافه. طب انا عاوز اسال سؤال عشان ندخل بقى في شغل الرياضه اللي تعب الناس كلها. ازاي احسب المسافه؟ ايه المسافه بين النقطتين؟ ممكن الطول والماكس والمن. ايوه برافو عليك احمد. بشوف اقل قيمه للمكان اللي انا واقف فيه واكبر قيمه للمكان اللي انا فيه، وممكن اطرح القيم دي من بعضها. ده التفكير اللي هو اللي بتاع اولى ابتدائي. فهمت الفكره؟ في الرياضه كنا بنطرح الاكس اكسس والواي اكسس ونربعهم ونجيب السكور. ايوه برافو عليك. الاكليديان ديستانس اللي هي المسافه الاقليديه، هكلمكم عنها ان شاء الله حلقه. بس مش دي الشكل الوحيد للمسافات. احنا عندنا اشكال كتير للمسافات، طرق كتير نقدر نحسب بيهم المسافات بتاعتنا، او بيسموهم ديستانس ميجرز. طيب تعال نشوف اول واحده فيهم اللي هي عن طريق التكامل برضه، يعني في نعم. كانت عن طريق التكامل كانوا يحسبوا المسافات رايي مش للدرجه دي، احنا مش هندخل في المرحله دي، ما تقلقش. خلاص خلينا في الحاجه السهله، نحسب اخوانا المسافات باستخدام ابسط واسهل طريقه، وهي الديفولت اصلا بتاعت الكيمينز. طريقه اسمها الاكليديان ديستانس، دي اخوانا بيسموها ال2 نور، وهشرح لك حالا بقى شويه يعني ايه نور. بس ببساطه اخوانا هي مبنيه على الشكل اللي حضرتك شايفه. لو انا عندي مثلا نقطتين، نقطه دي ونقطه كيو، وعاوز احسب المسافه اللي هي بين الدي والكيو دي، احسبها ازاي؟ ولا حاجه عم قال لك هنعمل ايه؟ هنشوف المسافه اللي هي دي، نطرحهم من بعض يديني الرينج ده، ده اللي لسه احمد كان بيقوله من شويه. ثم هشوف المسافه دي اطرحهم من بعض هيديني الرينج ده، هربع ده وهربع ده عشان القيم ما تطيرش بعضها، ثم هعمل التربيع بتاعه هيديني المسافه دي، اجيب جذر المسافه دي يديني المسافه الحقيقيه اللي انا بدور عليها. هو مش فيثاغورس؟ ايوه بحسب دي. الله ينور عليك احمد بارك الله فيك، والله لسه كانت على الطرف حساب. ده اخوانا اللي احنا بنعمله ده حساب المسافه باستخدام طريقه حساب المثلثات بتاعه فيثاغورس الله يكحته. لما كان بيقول ايه؟ ان المسافه دي اللي هي المسافه بتاعه الوتر تساوي المسافه بتاعه الجيب، كان بيسموه جيب ده، المسافه بتاعه المقابل. خلاص كده تربع دي وتربع دي تجمعهم على بعض يديك المربع بتاع مسافه الوتر. نجيب مسافه الوتر دي ان احنا نجيب الجسر. طيب هل دي هل ده الشكل الوحيد للمسافات؟ لا، عندي اشكال كثيره. في عندي حاجه اسمها المنهاتن ديستنس او بيسموها ال1 نور. خلاص كده. وعندي حاجه ثانيه اسمها المينكويسكي ديستنس، وده معناه دي الحاله العامه من منهاتن ومن اكليديان. ثم عندي حاجه ثانيه لطيفه جدا بنشتغل بيها في شغل الناتشورال لانجويج بروسيسنج، حاجه اسمها الكوزاين سيميلاريتيز، ودي تحفه تحفه. يعني الناس اللي هتدخل معاك وفينا ان شاء الله فيما بعد في الناتشورال لانجويج بروسيسنج هيستمتعوا باذن الله تعالى. وخدوا بالكم اختيار المسافه يؤثر معايا تاثير كبير جدا جدا في النتائج النهائيه بتاعتي.
يعني لو انا اخترت اكليديان، هوريك حل المساله عشان الصوره توضح. لو انا اخترت اكليديان ديستانس غير لما اختار مانهاتن، دي هتطلع لي ريزلتس ودي هتطلع لي ريزلتس، وبالتالي بعد المسافات هنا هيبقى غير بعد المسافات هنا، وبناء عليه الكاتيجوريز او الكلاسترز اللي هتطلع عندي هتبقى مختلفه. اتفضل يا باشمهندس محمد. هو احنا دايما في الـ في الـ في الدايمنشن ريدكشن دايما لازم نوصل لاثنين، يعني انا مثلا ممكن احيانا يبقى احنا دلوقتي عندنا اكس واي، بس ممكن في مرات ما اقدرش ابقى اقل من اكس واي وزد مثلا. لا لا لا، دايمنشن ريدكشن الالجوريزم بتاع حلاوته ان هو ممكن يوصلك حتى لو عاوز 1 دايمنشن هيشغلها، بس احنا عشان احنا كبشر بنفهم ان لما يبقى في علاقه بين متغيرين بفهمها، فانا معظم الناس بتلاقي بيستخدم البي سي اي او البرنسبل كومبوننت اناليسس ان هي تخليها 2 دايمنشن، بس انا مش عارف انتوا شغلوش بالكم بيها، احنا لسه ليها كورس تاني لوحده. يعني في التطبيق العملي فعليا هو ده الشكل اللي غالبا بنستخدمه. الله ينور عليك، تمام. بس ده ملوش علاقه دلوقتي بالكلاسترنج يا باشمهندس محمد، ده موضوع دايمنشناليتي ريدكشن هيجي معانا بعدين. احنا بنتكلم عشان من حكايه اللي هو الكالكوليتنج ديستانسز، يعني لو في اكس واي وزد هتبقى برضو هل في حالات بالشكل ده؟ لا على فكره، لو لي لا اكس واي وزد هيبقى هروح مزود هنا، بص زائد. ايوه تمام، انا اقصد كده يعني زائد مثلا وليكن عندي نقطه هنا، بدل ما هي بي وكيو هتبقى بي وكيو مثلا وام، يبقى هيبقى ام 2 ناقص ام 1 تربيع. ده اللي قصدي عليه. برافو عليك، برافو عليك يا باشمهندس محمد. طب ما تيجي نعمل مثال عشان نوضح. صلوا بينا على حضره كمال النبي. بص يا اخوانا، احنا عندنا الاكليديان ديستانس كنترول بي. الاكليديان ديستانس دي عباره عن ايه؟ بص يا اخوانا، لو انا عندي مثلا، تخيلوا مثلا ان انا اخوانا عندي نقطتين كده، انا عندي مثلا هو نقطه ايه وعندي نقطة تانية اخوانا هي نقطة بي، وعاوز حضرتك لو سمحت تجيب لي المسافة بين النقطتين دول، انا عاوز قيمة الخط ده. دي الفكرة الأساسية اللي مبنية عليها الالجوريزم اصلا، هو مدى بعد اي نقطة، وليكن النقطة دي هي الداتا بوينتس اللي عندي، عن المين نفسه بتاع النقاط دي او السنترويد اللي انا اخترته. مش هي دي الفكرة بتاعت الالجوريزم؟ طب ما تيجي بقى نطبقها ونبدأ نبص عليها مع بعض عشان احلها بالطريقة بتاعت الاكليديان اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها اكليديان. فانا هعملها ازاي؟ هعملها كالاتي، هقول له بص انا هاخد القيم دي اللي هي على محور اكس، وهقول ان دي مثلا اسمها اكس 1 ودي ايه اكس 2، ثم هاخد القيم دي اللي هي على محور واي وهقول ان دي اسمها واي 2 ودي اسمها واي 1. كلام محترم جدا وكلام زي الفل. طيب بعمل ايه عشان احسب القيم دي؟ والله من العلاقه اللي كان بيقولها صاحبنا، كان بيقول لك هات المسافه دي، المسافه دي اطرح اكس 2 ناقص اكس 1 هيديك ايه؟ هيديك الرينج اللي هنا ده، ربعه. بعد كده تعال لي هنا اطرح لي واي 2 ناقص واي 1، وبعد كده اعمل ايه؟ ربعه. بعدين اجمع لي الاثنين دول هيديك هنا القيمه اللي احنا بندور عليها اللي هي المسافه بيسموها دي اوف اي وبي. خلاص كده المسافه ما بين اي وبي. يبقى تاني كده هروح اقول له انا ايه؟ دي اوف اي وبي بيساوي ايه يا اخوانا؟ طبعا تربيع، لان احنا عاوزين القيمه، او خليها من غير تربيع بلاش ندوس كنترول زد عشان ما حاجه ما تطرش. خلاص هيبقى القيم كالاتي، هتبقى عباره عن مجموع اكس 2 ناقص اكس 1 لكل تربيع زائد واي 2 ناقص واي 1 لكل تربيع. عظيم، هيطلع بكام؟ طب ما تيجي نحسبها بقيم، يعني مثلا خلي دي تساوي 3 ودي تساوي 10 ودي مثلا خليها تساوي 2 ودي تساوي 4، يعني مثلا النقط اللي هي هنا اقصد يعني عشان الناس ما تتوهش منها. عظيم. طيب لما اجي اطرح بص، يبقى اكس 2 ناقص اكس 1 اللي هي كانها 10 ناقص 3 تربيع زائد 4 ناقص 2 تربيع يساوي كام يا اخوانا؟ 7 تربيع زائد 2 تربيع اللي هي بتساوي 49 زائد 4. اللي طالع عندي ده بيساوي كام؟ 49 و4 يبقى كام؟ 53 تقريبا، 53. اللي طالع عندي ده مربع المسافه. طب انا عاوز اوجد المسافه نفسها بقى، دي اوف اي وبي بتطلع بتساوي ايه؟ تساوي جذر القيمه اللي هي ايه؟ 53 ده، هتلاقيها تقريبا بتساوي 7 وشويه، ما اعرفش هتطلع مثلا 7 و3 من 10 مثلا. يبقى طول المسافه دي 7 و3 من 10. طيب ليه بيسموا الاكليديان دي ال2 نورم؟ ساعات بيسموها الاسم ده بالمناسبه، وبيرمزوا لها بالرمز ده. بص كده اكس ناقص واي، هتشوف الرمز ده عشان بس ما تخضش اول ما تشوفه. هنا عمودين ولا عمود واحد؟ عمودين صح. عندنا نوع تاني مش مهم انك تعرفه، اسمه منهاتن. اسمه ايه؟ منهاتن. وهو سموه منهاتن عشان هو كان متطبق على فكره التاكسي، قصه كده طويله لو حد مهتم يبقى يدور عليها. ده يسموه ال1 نورم. ليه ال1 نورم؟ لان هو كان بيوجد القيم، بصوا كده، بان هو بيمشي في الاتجاه ده بياخد خطوه في الاتجاه وبعد كده يروح ياخد خطوه عموديه عليها. شوفوا كلمه نورم جت منين؟ ياخد خطوه عموديه، وبناء على الحركه اللي هو قطعها دي انا اعرف اقول هو مشى كام وحده. فهنا مثلا مشى وحده، مشى اثنين، مشى ثلاث وحدات، فانا ممكن اقول بعد ما مشى كده جه كده، بعد ما مشى كده طلع كده، يبقى انا اقدر احسب عدد
الوحدات، وكل الوحدات دي لو خدتوا بالكم مالها؟ نور، كلها عموديه على بعضها، فدي بيسموها ال1 نورم اللي هي مانهاتن ديستنس. وليها طريقه حساب، ايه طريقه الحساب بتاعتها؟ ولا حاجه. شايف البتاع اللي فوق ده اللي هو اكس 2 ناقص اكس 1؟ هو هو هتبقى اكس 2 ناقص اكس 1، بس ايه اللي حاصل بقى؟ مفيش تربيع، بحط المقياس. اللي ما يعرفش فيكم المقياس اخواننا، معناه ايه؟ معناه هات لي القيم الموجبه فقط، تمام؟ وهو هو نفسه يعني مانهاتن ديستنس دي تقدر تحسب بيها برضه نفس القيمه دي. فلما تيجي تحسب مثلا دي اوف اي وبي، دي اوف اي وبي لمانهاتن ديستنس، بيطلع نفس القانون اللي فوق، بس المشكله ايه؟ مفيش التربيع، صح كده؟ فلما مفيش التربيع هتلاقي القيم دي تطلع بالمناسبه بشكل مختلف، لان هنا احنا خدنا الجذر، هنا انا مش هاخد الجذر، انا هاخد القيمه زي ما هي. شفتوا العظمه؟ فهنا طلع لي ده بيسموه ال1 نور، لان انا بتحرك خطوه واحده بس، لكن هنا ال2 نورم، لان انا بجيب التربيع بتاع القيم دي. ده ال1 نور، ال2 نورم، عشان بس تعرفوا جت منين كلمه نورم وايه الفكره الاساسيه في الموضوع ده. اسال سؤال، ناكد على النقطه دي تاني، هل انا كواحد هيستخدم الالجوريزم يهمني اعرف اللعبكه دي كلها؟ أنا لسه بقول لك الكي مينز مالها حلوه وظريفه و... لا لا لا، انا هنا بوريك ازاي الكي مينز شغال. انا كده كاني دخلتك جوه المكنه وبشرح لك الكي مينز شغال ازاي. الكي مينز شغال ازاي يا اخوانا؟ شغال بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، احسب المسافه بين نقطتين. طيب رياضيا بقى نحسب المسافه بين نقطتين ازاي؟ يوزنج ال2 نورم اللي هو بيسموه الاكليديان ديستنس، او يوزنج الاذر ديستنس ميجرز زي مانهاتن وزي مينكويسكي وزي كوزاين سيميلاريتيز وغيره، في حاجه اسمها جاكارد كمان، في شويه حاجات كتيره كده. يبقى انا بالمناسبه تاني خلاصه الحوار ده كله، انا عاوز منك ايه؟ انا عاوز الرقم ده، انا عاوزك تطلع لي المسافه ما بين النقطتين A و B. يا رب تكون كده وضحت الصوره بتاعت الكليديان ديستنس وازاي اقدر احسب المسافات ما بين القيم. وطبقنا الحمد لله على ما مثال، يعني انت تاني ما تشغلش بالك، المكنه اللي مؤاخذه بتقوم بكل الدور ده. انت كل اللي يهمك ايه؟ انك تبقى بس عندك الكونسبت بتاع ان لا مؤاخذه المكنه بتحسب المسافات ما بين البوينتس وبعضها، هو ده اللي انا يهمني من الحوار ده. لا خلاص ثابت، بما انه احنا مش رايحين نشتغل على الرياضيات والرياضيات جاهزه يا ابني، والله العظيم ولا تهم ولا تقول هم الرياضيات ابدا، والله والله ابدا. يعني الموضوع بسيط جدا، بس الناس بتصعبها على نفسها. يا ابو حميد والله ايه عاوز استخدم الرياضيات؟ ايه يا عم ايه المكنه بتاعت الواحد؟ لا الواحد يعرف انه شو الالجوريثم الباك اند تبعها، يعني بس يعني انا بعلمك في الرياضيات اهو المسافات، وريني عامل المسافات بتتحسب ازاي، لكن مش مهم ابقى تنين مجنح، مش مهم اقعد اخترع انا في منهاتن وفي من كويسك، ده مش مهم. ماشي، لو انا راجل عاوز ابقى متخصص اكتر واطلع ريزلتس افضل، لازم ابص افهم الكليديان كويس وافهم منهاتن كويس، واطبق الكليديان مره واشوف اطلع ليه، واطبق منهاتن مره واشوف اطلع ليه، واشوف مين فيهم الريزلتس بتاعتها احسن. ماشي ده كلام محترم، بس اديك اهو عرفت اسماء الديستنس ميجرز المختلفه. انا بقول يا اخوانا ان انا عندي معضله، اللي هي ايه؟ معضله اختيار الكي كلاسترز، مش دي يا اخوانا معضله ولا شايفينها حاجه سهله؟ بالعكس، واضح لب القصه في ده، هي لب الموضوع الله يبارك لك. ده هو ده اكبر مشكله عندي، ان انا ممكن اختار كلاسترز اقسم تقسيمه تديني معنى، غير لما اقسم تقسيمه ثاني تديني معنى ثالث، معنى رابع، معنى. يبقى كل عدد الكلاسترز ده بيأثر معاك بشكل خطير جدا، وبالتالي انا هتلاقيني حتى في الكيس ستادي اللي وريلك بقى شويه انا بضرب كده مع نفسي، ورحت ضربت كده عدد معين من الكلاسترز طلع لي بطيخ، بس انا عاوز الاوبتيمال نمبر اوف كلاسترز، عاوزك تطلع لي يعني انسب طريقه نقدر نحسب بيها الكلاستر. لسوء الحظ ما فيش حاجه خطيره تطلع لك الموضوع ده، لكن في طرق محاولات ممكن من خلالها نوصل لحاجه قريبه من الاوبتيمال نمبر اوف كلاسترز من هذه الاوبتيمال من هذه الميثود، ميثود حلوه جدا اسمها البو ميثود. ها يا اخوانا البو ميثود، والبو دي اللي هي لما اخذها مش عارف شايفيني في الفيديو ولا لا، بس عامل ايه؟ كوع، عارف الكوع ده؟ ان انا هنا بص، هنا بص الدراع كان شغال زي الفل، وجي هنا راح حصل ايه؟ حصل كده زي ما اقول بلوت تويست كده في شغل السيما، حصلت حاجه غريبه خلت دول كملوا بشكل غير اللي ده شغال عليه، يعني هو كان ماشي على طول كده راح حول. هو ده اللي يهمني، هو ده اللي عمل المشكله، فاللي عمل المشكله ده هو يبقى هو ده نمبر اوف كلاستر. وزيك بص شايف الرسمه دي، انا بديس ايه بقى؟ بقيس عدد الكلاسترز، وكل مره بقيس ايه؟ بقارنها بحاجه بنسميها الانيرشيا. يعني ايه الانيرشيا دي؟ يعني لما مؤاخذه سم اوف سكوير ديستانس، تاني كده انا كنت شرحتها من شويه بس نشرحها تاني. لو انا يا اخوانا عندي هنا، بصوا عندي داتا سيت بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، وفي شويه نقط هنا وفي شويه نقط هنا وفي شويه تاني هنا،
كلام زي كده. رحت انا اخترت ان انا يبقى عندي بوينت هنا، اخترت ان انا يبقى عندي بوينت هنا. حلو، انا بحسب ايه؟ بص بص العظمه، بحسب ما يسمى يا اخوانا within cluster sum of squared. يعني within، يعني الوجو، اكتبها لك قبل، within clusters تمام sum of squared. حد يقدر ترجمها لي الرياضه دي معناها ايه؟ معناها جوه الكلاسترز ده، جوه الكلاستر ده، عاوزين لو سمحت عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نحسب المسافه دي، المسافه دي والمسافه دي والمسافه دي والمسافه دي ودي ودي، خلاص، اللي هي لمؤاخذة شايف عامله شبه العنقود يعني، سبحان الله. المسافات دي عاوز اجيب المجموع بتاعه. اولا جبت ايه؟ المجموع بتاعه. وبعد ما جبت المجموع بتاعه عملت ايه؟ جبت له السكوير، عشان خاطر ايه؟ ما تطلعش عندي قيم سالبه تطير بعضها، تمام. عاوز بقى انا within a cluster، within الكلاستر ده لوحده القيم اللي طلعت عندي بكام، خلاص، دي حاجه بنسميها within cluster sum of squares. نفس الكلام هتعمله على الكلاستر الثاني اهو، نفس الكلام على الكلاستر الثاني، ده كلام من فوق الرائع. في برضو عندي مبدا ثاني مهم يا اخوانا، اسمه ايه؟ between cluster sum of squares. يعني ايه تاني كده؟ between، تمام، cluster sum of squares معناها ايه دي تاني كده يا اخوانا؟ معناها لما اوظف البلدي المسافه بين الايه؟ التو كلاستر دي. طب ايش الشاطر يقول لي؟ انا هنا عاوز اقلل القيم دي ولا عاوز ازودها؟ المفروض اقللها طبعا، اقللها اقل ما يمكن. ليه؟ عشان لما يبقى اقل من ما يمكن هيمسكوا في الايه؟ في المين بتاعي اللي انا اخترته هنا ده، لما يبقى اقل ما يمكن كلهم هيبقوا قريبين منه، صح؟ لكن المسافات بين الكلاسترز انا عاوز اعملهم ايه؟ عاوز ابعدهم اكثر ما يمكن. ليه؟ عشان اعتبر ده كلاستر لوحده وده كلاستر لوحده، فالنقاط بتاعتهم ما تخشش في بعضها. تمام، بارك الله فيك، ده كلام محترم فوق الرائع. فشغلانتنا وي ويل مينيمايز الوذين كلاسترز، ويل بي وي ويل ماكسمايز البيتوين كلاسترز سكوير. طيب، فرياضيا بعيد حتى عن الموضوع بتاع الانيرشيا ده بيتعامل ازاي، جي يا سيدي حسب لك هو سم سكويرد بتاع الديستانس جوه كلاستر، فطلع زي ما حضرتك شايف كده، كل كلاستر مطلع قيم. فلما كان كلاستر واحد كان عددهم كبير، كان مجموعه كبير 400، لما بيجي تو كلاسترز طلعوا بالشكل ده، 3 كلاسترز، 4 كلاسترز، وهكذا. بس لما جينا عند، بص كده، لما جينا على الكلاستر الخامس والكلاستر السادس، ايه اللي حصل؟ تحس كده القيم كلها بدات تبقى قريبه من بعضها. يعني مهما زود في عدد الكلاسترز، شوف اللفظه اللي انا بقولها دي، مهما زود في عدد الكلاسترز الانيرشيا بتاعتي او السم سكويرد بتاعي ماله؟ ثابت، القيم هنا ثابته مش هتقدر تتغير معايا. يبقى ايه اللي حصل بقى؟ يبقى القيمه دي هي اللي حصل عندها البلوت، عندها البلوت تويست اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه. القيم دي هي قيم الالبو، بيسموها ايه يا اخوانا؟ قيم الالبو، الكوع. هي دي اللي خلت الداتا بتاعتي مالها يا اخوانا؟ حصل فيها تغيير. وبناء عليه يبقى انسب عدد كلاسترز حضرتك هتختاره هنا كام؟ يا اما 5 كلاسترز يا اما ايه؟ 6 كلاسترز. حد فاهم حاجه يا اخوانا؟ عندنا طرق ثانيه للموضوع بتاع البارامتر تيوننج ده، اللي هو الاوبتيمال number of clusters، اسمها سيلوت، وان شاء الله ممكن اوريكم المثال بتاعنا ده من خلال الكود يعني عشان الصوره توضح اكتر. بس يا اسطى سؤال ما حدش سالهوني، يعني ايه هايبر بارامتر؟ اوريها لكم في الكود حل، بس خليني اسهلها عليك. بص كده على عندك نص، نعم اتفضل يا احمد. انا بحكي النقطه اللي اكثر نشاطا ممكن، لا 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 اسمع، الحته دي خطيره قوي، لانك هتسمع المصطلحين دول. يقول لك ايه؟ احنا عاوزين نعمل بارامتر تيوننج، واحد تاني يقول لك عاوزين نعمل هايبر بارامتر تيوننج. هتسمعوا المصطلح عنده الكتير قوي. لما اقول لك هايبر بارامتر، نعم اتفضلي يا امي. انه في بارامترز خاصه بالالجوريزم بتاعي، بالفانكشن المفروض ان انا بستنتجها، ففي بارامترز انا بغيرهم او بعمل لهم تيوننج علشان يناسب الالجوريزم بتاعي اكتر. كويس. وبعد كده بارامترز ثانيه اللي هي الهايبر بارامترز دي انا مش بعمل لها تيوننج، يعني لا لا انت كده مش الداتا بتاعتي اللي بتعمل لها تيوننج، انا اللي بعمل لها تيوننج. ما صلي على النبي، من هريحك اهو، اللي انت بتقوليه صح كويس، بس انت خلطت الامور كلها ببعضها. بصي، طيب في حاجه بنعملها قبل عمليه، اقول هشام ثانيه واحده هتوضح، في حاجه بنعملها قبل عمليه التريننج اصلا، ان انا اقعد اظبط شويه بارامترز كده قبل ما نبدا ندخل الموديل ولا نشتغل عليه. التظبيط بتاع البارامترز ده ما طالما في ايدي بعمله قبل ما اعمل عمليه التريننج، فده اسمه هايبر بارامتر. مش انا اخترت عدد الكلاسترز قبل ما اعمل فيتنج زي ما شفنا في المثال اللي في الاول. انا فعلا حددت ان هم كانوا هيبقوا 5 كلاسترز، لكن رجعت في كلامي خليتهم 4. يبقى انا حددت عدد الكلاسترز قبل ما اعمل عمليه التريننج او عمليه الفيتنج. ممتاز، يبقى ده اسمه هايبر بارامتر.
لكن لو هتغير قيمه بعد عمليه الترين فده بيسموها موديل بارامترز. يا رب تكون النقطه دي وضحت لان هي مهمه جدا. لما انا هنا دخلت القيمه بتاعت 4 دي، بص كده يا باشمهندس هشام، 4 دي، 4 دي انا اللي اتحكمت فيها. يا ترى اتحكمت فيها قبل عمليه الفيتنج ولا بعد عمليه الفيتنج؟ قبل. برافو عليك. طالما قبل يبقى اسمها هايبر بارامترز، خلاص كده. بعد عمليه الفيتنج فدي بيسموها ايه؟ موديل بارامترز. فهمت الفكره؟ عندنا هايبر بارامترز، عندنا موديل بارامترز. احنا شغلنا الشغل دلوقتي ان احنا ازاي نعمل تيونينج للهايبر بارامترز قبل ما اشغل التريننج. اي حاجه حضرتك بتعملها على الموديل من قبل ما بعمل له تريننج اسمها هايبر بارامتر موديل، هايبر بارامتر تيونينج. خلاص، اي حاجه اعملها بعد ما الموديل اتعمل له تريننج اسمها موديل بارامترز. من اسمها كده موديل بارامترز. خلاص، موديل معناها ايه؟ البارامترز دي هلعب فيها على مستوى الداتا اللي معايا، لكن الهايبر بارامترز ملهاش دعوه بالداتا. الهايبر بارامتر داخله من بره، ملهاش دعوه بالداتا، زي ما عملنا اخونا في المثال اللي معانا. تخيلوا احنا اخونا بالمناسبه في الحياه الواقعيه احنا لحد دلوقتي برضو عندنا مشكله في اختيار الكلاسترز. يعني تخيلوا مثلا مصنع، والمصنع ده هيصنع مثلا مقاسات للتيشيرتات اللي هو بيصنعها. يا ترى يعملهم 3 مقاسات مثلا سمول وميديوم ولارج، ولا يعملهم مثلا 8 مقاسات اكس سمول وسمول اكس ميديوم ميديوم الاكس لارج لارج اكس اكس لارج اكس 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 لارج، صح كده؟ كل واحده فيهم ليها ميزه وليها عيب. يعني انا اكون ان انا اختار ان انا هعمل مقاسات متنوعه كتيره، ده ممكن يدي للكونسيومر اللي قدامي بدائل كتيره، لكن هياخد عندنا ايه يا اخوانا؟ مجهود كبير ووقت كبير في التصنيع ومكان معين يعمل الموضوع ده، فتكلفه اكبر، فبالاخر هتبقى على العميل بتكلفه اكبر. لكن لو انا كنت طلعت له 3 مقاسات بس، فممكن 3 مقاسات فعلا يكون علي انا اوفر وارخص بكتير، وعلى العميل اوفر وارخص بكتير، بس في مشكله فاش بدائل كتير. فحتى سبحان الله احنا في الواقع العملي بتاعنا اختيار عدد المجموعات اللي احنا عاوزين ننفذ عليها امر معين برضه لازال لحد دلوقتي فيه صعوبه. وبالتالي فعلا موضوع اختيار الكي ده صعب جدا، واحنا بنستخدم بعض الطرق زي مثلا في حاله الالبو ميثود عشان خاطر تساعدنا نوصل للحاجه اللي هي ايه؟ القريبه. لكن مين اللي يقول لي افضل عدد كلاسترز اختاره؟ دومين اكسبيرت. ممكن تاريخ الدراسه للموضوع. لا انا هو حضرتك جاوبت خلاص، قلت ان هو الدومين هو اللي هيفصل في الموضوع ده، بس كحساب دي هي الالبو او النيو بوينت اللي احنا بنوصل لها. صحيح. على فكره في مشكله في الالبو ميثود مثلا او 5 تقريبا. انا اسالك فين في مشكله؟ وانا بقولها فهمته تمام، انه انا الجراف ده هو قال لي كده ان 5 دي هي الى حد ما هي سوليوشن، الى حد ما هي افضل دومين اكسبرت. يجي يقول لا ده هو الافضل، لكن الدومين اكسبرت يقول 6 او يقول 8 هي الافضل، فانا في الاخر هاخد ال 8. لا 8 هتبقى بعيده قوي، المكنه بتساعدني بتقول لي ان هي في رينج ما بين 4 مثلا لحد 6 او من 4 لحد 7. الدومين اكسبرت بيقول طب خلاص بيزد على الكلام ده. ما هو الدومين اكسبيرت اللي هو الراجل المتخصص هيحاول كمان يلتزم باللي المكنه طلعته، لان الريزلت بتاعت المكنه ممكن تكون الى حد ما واقعيه واكثر دقه كمان. فانت المفروض بقى بيزد على اللي طلعته لك المكنه تقول لي لا والله ده 6 تقسيمه 6 كلاسترز احسن من تقسيمه 4 كلاسترز او 5 كلاستر. بس هو عامه من اول رقم 6 هو دخل في الساتوريشن ريجن. صحيح رياضيا اداني نفس الناتج، فانا بالنسبه لي انا رياضيا لا 6 زي 8 زي 10 100. برافو عليك. بس هو ناخد بقى الفايصل، ولذلك احنا هنا بناخد عند القيمه بتاعت الايه؟ الكوع. وساعات بالمناسبه بيسموها ني، عارفين يعني ايه ني؟ ني يعني 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 ركبه. بس خلاص. لما بيبقى الجراف تقريبا طالع لفوق يعني كانه بيجي ممتاز. لو العكس اللي هو الفيلد اكسبرت ده مش ممكن يقول لي في كيس معينه ان الكلاسترز الافضل عدد الكلاسترز كذا، وفي كيس ثانيه يختلف العدد تبعا للكيس. يعني لو بالمثال اللي حضرتك بتقوله موضوع التيشيرتات ده، انا على حسب الزباين ممكن واحد يكون بيعمل في منطقه مش هتقدر تدفع كتير فيعمل 3 انواع، لكن واحد ممكن يحمل تكلفه الثمان انواع على المنتج، بس ده يبقى برضه مطلوب مثلا لو بيبيع في الخليج مثلا. الفيلد اكسبرت هيقول عدد كلاسترز في حاله غير في حاله ثانيه. صحيح. ايه المانع؟ ما دي حاجه كويسه جدا. خلاص يبقى انا اشتغل على الداتا دي اللي هي اللي انا هطلعها 8
يبقى انا اعمل على اساس ان انا الداتا دي هتفيد بعد كده منطقه الخليج، مش هتفيد مثلا منطقه مصر هنا، او مش هنعمل المبيعات بتاعتنا في مصر. يبقى انا بيزد على الكلام ده اخد الداتا دي وابدا اصنع التصنيع ده بناء على ايه؟ على الدنيا في مصر. بس خد بالك انا بدي مثال من الحياه العمليه عشان اوريك فعلا ان فكره اختيار المجموعات لسه عندنا فيها معضله احنا كبشر، تمام؟ والقرارات انا باخدها بيزد على الاصلح للمؤسسه اللي انا موجود فيها. لكن بنستخدم بعض العمليات الرياضيه زي في الحاله بتاعتنا هنا يا باشمهندس محمد، اللي هي الالبو ميثود او الني ميثود، عشان في الاخر تعمل لي ايه؟ في الاخر هي تساعدني تقول لي بص هو الكلسترز الاسهل ده الرينج اللي انا ممكن اتحرك. الله يبارك لك في الرينج ده، في الرينج ما بين مثلا 4 لحد 7 كلسترز انت اختار. بالمناسبه هسال سؤال واحد، لو كان عندي كلستر واحد دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ لا بالعكس غلط، سيئه جدا. طب لو عندي كل نقطه لوحدها تعتبر كلستر، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ برضه راح تكون غلط زي الزفت. يعني لو كي بتساوي واحد وكي بتساوي ان اللي هو عدد النقاط اللي عندي، الاثنين زي الزفت صح كده؟ يبقى انا محتاج اختار ايه وابتغي بين ذلك سبيل، اختار حاجه وسط، حاجه وسط تنفع تشغلها على دي وتشغلها على دي والدنيا تمشي. ولذلك في البو ميثود بتساعدك في حاجه زي كده. كويس.